مساء الخير، أنا والعسل نرحب بكم مع نشان. مساء الخير، رمضان كريم، نشارف على نهاية هذا الشهر الفضيل، والليلة أيضا أستمع إلى شهرزاد الأمس، شهرزاد الرواية. ماذا تقول عن شهرزادتي أنا والعسل؟ مساء الخير شهرزاد. مساء الخير نيشان. كيف الحال؟ جيدة؟ نعم. ماذا تقولين الليلة عن شهرزادتي؟ تشبهني بجاذبية آسرة وجرأة في الاسم والمضمون. جرأة تنتقد عليها ولكنها منتظرة، إصرار على رأيها ونادرا ما يهمها الرأي الآخر. تنوعت الأدوار وغايتها واحدة، حجز مكان تحسد عليه في قلب ومزاج وخريطة كل شهر فضيل. مع شهرزاد الليلة من أنا والعسل، النجمة علا غانم. مساء الخير. مساء النور شهرزاد، كيفك؟ كويسة الحمد لله. تفضلي تفضلي. هيك لا بدي ابرمك وغنيه. ايوه يا هيك شهرزاد. يا لا تفضلي تفضلي. اهلا وسهلا فيكي. اهلا بيك. لما نقول علا، علا غانم، يعني ما في محظور بالحوار، مثل ما في جرأة، مثل ما في ثقة بالنفس، في كمان مواضيع تطرح ما بيسترجي كل واحد يطرحها إلا مع علا. شو أخبارك؟ أنا كويسة الحمد لله. اليوم بلبنان مطرح ما جلت وما عند أصدقاء وهيك. الليلة علا نشان انتبه، جريئة كتير وقوية كتير وأدوارها بومبا. أوكي، كيف أدوارك برمضان؟ بحبها دايما تكون مختلفة. ما بعرفش ألعب دور إلا إذا فاجئني. بس ضروري الدور لينجح لازم يصدم الناس، يكون صادم؟ لا مش بالضرورة، بس هو الضرورة إنه يكون في صدق. لو في صدق خلاص يبقى المسج حيوصل. يعني اللي بيفشل ما بيكون صادق؟ طبعا طبعا. التمثيل عايز صدق، عايز تبقى صادق قوي وحقيقي وطبيعي عشان تقدر توصل لقلب اي حد قدامك. وين كنتي علا اكثر، بالزوجه الثانيه ولا بمزاج الخير؟ ولا واحده. ولا واحده فيهم. كل مره بلعب دور بحس ان انا الدور ده، او بحس انه شبهي somehow، ما اعرفش ليه. بس انا بقول ان ده من كتر ما انا بحب الشخصيه فبتعاطف معاها فبحسها شبهي. لكن هي في الاخر بحس بعد ما بخلص وبطلع من الشخصيه تماما، بحس ان لا انا كنت بلعب شخصيه، انا ما كنتش شبهها. علا، اوقات الجراه ممكن انها تحط النجاح والتعب والسهر على المحك، يعني كثره الاوفره اذا جاز التعبير بالجراه، اوقات ممكن يحط لك نجاحك على المحك، ممكن ما يتقبل المشاهد دائما أو الظرف ما يساعد. لا بالعكس، أنا عندي تجربة غريبة جدا. فيلم اسمه سهر الليالي، طبعا شفت حضرتك بتقول بالبطولة الجماعية. بس الفيلم ده أول ما نزل اتهاجم بشكل غير عادي. لكن مع الوقت، مش مع الوقت يعني، حتى إيراداته كانت الخط البياني بتاعها عكس كل حاجة. يعني الأفلام عادة أول أيام بتبقى أعلى إيرادات، وبعدين بعد اسبوع اول بيبتدي الدنيا تهدى او التاني وهكذا. فيلم سهر الليالي كان التجربه العكس. قليل قوي وفضل يطلع
واستمر لغايه بعد يعني كملنا السيزن ودخل رمضان، وبعد رمضان كملنا في العيد. وتهاجم قوي اول ما نزل، والنهارده هو بيتحسب ان هو من اهم افلام السينما للجيل بتاعنا، صار من الكلاسيكس اللي الواحد بيحضرها سهر الليالي. لكن اول ما نزل كان مفاجاه، لان كان اول فيلم من نوعه يحكي العلاقات، اول مره يقدموا راجل وست في علاقه كامله من غير جواز، كان مفاجاه قوي للمجتمع بالنسبه لنا، لكن كان حقيقي. رح تضل المواضيع اللي لها علاقه وارتباط وثيق بالجنس في السينما او الدراما، رح بتضلها تابوهات يعني بكل يعني بالمثليه الجنسيه او بالعلاقات الزوجيه او العلاقه ما قبل الزواج او زواج المتعه او المساكنه، رح بتضلها محور او نواه الجذب والجدل. مش بالضروره خالص، لا مش بالضروره، مش دايما يعني، حسب الموضوع اللي بتتكلم فيه. يعني هودي من المواضيع اللي بتكون صادمه بين هلالين ما زالت؟ لا يعني هي انت ازاي بتستعرض مشكله، انت هتقدمها ازاي معالجه المشكله؟ يعني ما كتير اتكلموا عن الخيانات الزوجيه، لكن كل مخرج بيقدمها بطريقته بوجهه نظره. إذا بتوافقني الرأي، السنة بنظرة بانورامية على المسلسلات، وكأنه في بعد كان ينقص شعار للكبار فقط على بعض المسلسلات، حطوه كتبوا على بعض المسلسلات ديستراكتر للكبار فقط. أول شيء يمكن الموضوع اللي عم يتعالج، ثاني شيء كيفية المعالجة، الألفاظ المستخدمة، ويمكن لأنه شهر فضيل كمان مش وجهة نظر تحترم. زي ما في وجهة نظر أخرى بتقول إن أنا مش شايفة ده، يعني مش حاسة بده قوي كده يعني. متهيألي كمان سنة هشوف الأعمال دي من أهم الأعمال الدرامية في التلفزيون. إيه بس اليوم في ألفاظ تستخدم لأول مرة. زي إيه يعني؟ مثل مثلاً بتقولي كل حتة في جسمي عايزاك. ده وصف. طيب انه هي هو، لا هو جمله. انا افتكرت في أوكي. لفظ يعني جمل لاينز، يعني في مطارح بيقاربوا الدين، في مطارح بيقاربوا اوقات في ايحاءات، وبيقولوا انه التلميح أسوأ من التوضيح. يعني الواحد بيلمح غير انه يوضح. قولي لي اياها. لا هو هقول لك حاجه، هو بشكل عام في حالة من كمؤلف وكممثل وكمخرج كله مايل للمصداقية قوي. بمعنى ان لو فعلا واحدة عايزة واحد ومفيش كاميرا هي هتقوله كده. يعني انت فاهم بقصد ايه؟ لا فالمؤلف مثلا دوره في الكتابة بينقل الموضوع بالطبيعي الحقيقي. أنا مش شايفة إنه أنت مش شايفة هيك؟ لا فاللي وجهة نظرك اعذروني صار، بس أنا مش شايفة إنه يعني شو؟ معرفش يعني أوقات نقل الشارع مثل ما هو إلى الدراما أو التلفزيون، يعني مثل ما هو تصويره يجوز، لا أنت برأيك؟ مثل لا ما هو يعني من دون ميك أب. يعني أنا عايزة أقول إيه، إن إحنا بننقل الواقع في مواضيع زي المخدرات وها، مش هنقل واقع مزيف غريب يعني. مش لازم ابقى بتكلم، احنا بنجمل كمان. يعني احنا بنتكلم في الموضوع وبنجمله، يعني نحن لا نكذب ولكننا نتجمل. احنا بنحاول ننقل الواقع اللي بيحصل، والعالم السفلي ده عايش ازاي. عالم الغوازي والجيبسي والناس دي عايشة ازاي؟ رح احكي عن مقاربة مزاج الخير للمخدرات والموضوع كيف عالجته هذه المعضلة المجتمعية، ولكن بدي انتقل مباشرة لشهرزاد والليلة عندي علا زاد. كيف رضاك على علا زاد؟ أنا أنت عاملين دي كده صدفة؟ عاملين لكل شهرزاداتنا بالشهر صورة، كل وحدة متهيئ يعني تهيئ لنا انه هي كيف ممكن تطلع شهرزاد.
اقول لها ايه؟ طيب عايزه ايه؟ انت قولي لها شيء. حلوه قوي الصوره. بجد. وشهرزاد شو بتقولي لها؟ شهرزاد الروايه. لا اصل الصوره دي فكرتني بكليوباترا. ومفروض ان انا داخله بعد العيد باسبوع هلعب فيلم اول فيلم مصري امريكي يتعمل 3D وهلعب فيه كليوباترا. فاتخضيت لما شفت الصوره. قلت حدا سرب صوره؟ اه عامله. فاتفاجئت. هقول لها علا تعبتي السنه دي، حاولت اتنوع، حبيت الشخصيات اللي لعبتها السنه دي، اتمنى يا رب تكون عجبت الناس. لو كان في حاجه كانت اوفر من وجهه نظر حد بعتذر. بس انا كنت صادقه جدا في وانا بلعب الشخصيه، فيمكن في الحالات اللي زي دي لازم الواحد يكذب شويه. يكذب علشان ما اوصلش اني استفزك. لان انا ممكن اقول الجمله بطريقتين، طريقه تحسسك ان انا بسمع. قولي لي الطريقه اللي قلتيها بالمسلسل. لا مش هقولها. لا لا ما هو على اليوتيوب. اخيرا خلصت اخيرا. لا قولي لي الجمله كيف تقوليها. لا مش فاكره. لا انا بذكر حقيقي مش فاكره. رح ناخذ سمات شهرزاد. اوكي. تعطيني اياهم علامات لحالك من 1 على 10. رح اتكلم عن المخدرات كيف علاجته، رح احكي بالزوجه الثانيه ايضا عن الاغراء والاغواء والزواج، وانت قاصر رح احكي عن زيجات بنوتاتك كيفهم، رح اسال عنهم اذا الله راد بعد هذا الفاصل الاول من انا والعسل 2 مع النجمه علا. أنا وعلا غانم بهذه الحلقة الرمضانية من أنا والعسل على شاشة الحياة والال بي سي والال بي سي دراما. علا رح انتقل مباشرة لعلا زاد وأول سمة لا شهرزاد أنوثة. سألت إيناس الدغيدي قلت لها بتقولي لها ليش شهرزاد الرواية يعني لو كلمتيها؟ قالت لي بقول لها يا عبيطة يا عبيطة بتروي روايات وألف. قلت لها أنت شو بتعملي؟ قالت لي أروي له رواية أنيمه يعني بنيمه وأمشي. أنت شو بتقولي لها لو بتشوفيها لشهرزاد الرواية؟ بتعملي مثلها؟ بتروي له 1000 رواية؟ بدل ما تذبح. ايه اسهل اقعد احكي له حواديت، اجيب بقى كل الحواديت بتاعت امي وجدتي وهقعد احكي له طبعا. سهل الرجل يكون طعم بين ايديك او فريسه او عمري ما حسيت ان الراجل فريسه او طعم، بالعكس. شو؟ ساعات بحس ان الست هي اللي فريسه او لكن مش الراجل. لا بس انت ذكيه. ما اعرفش تستخدمي ذكاء. رح اجي على الذكاء. قد ايه انوثتك من 10؟ يمكن نص. نص على كل هالاغراء والجمال والجرأه نص انوثه؟ لا اوكي في قانون في البرنامج، ما تظلميش نفسك يا علا. ما اعرفش قد ايه بتقولي من 10؟ ما اعرفش نص فعلا يعني في نص كريستوف يعني نص؟ يعني 50% 50% يعني 5. اوكي اوت اوف 10 اوت اوف 10 5. 5 على 10 5 على 10. السمة الثانية الجمال. جمالك من 10؟ انا بحب الجمال قوي. يعني انا من الحاجات اللي بقيمها قوي الجمال. انت من صاحباته؟ الحمد لله. قد ايه بتحطي على جمالك علامه من 10؟ لا انا ما بحسش اني جميله، انا بحس اني على بعضي كده يعني باكج كده على بعضك. يمكن شويه اتراكتيف ميبي. اتراكتيف ولا سكسي؟ بحسها اتراكتيف. سكسي ممكن اكون سكسي اعمل ده لكن كيف فسري لي I look sexy. Okay. No I look attractive. Sexy the way بيبقى طريقة لبسك هي اللي بتخليك sexy.
انما السكسي هو اظهار المفاتن ولا لا؟ ممكن البس فستان كل حاجه مقفوله لكن فيري تايت كده يعني كات حلوه قوي مثل الليلي مثلا. مثلا شو اليوم قولي قبل ما تقولي لي قول لي طيب بقى قولي انا بالنسبه لي مبيني فيري كلاسي مبيني كثير كلاس اند اليجنت وانيقه بس الليلي هيك اتراكتيف اكثر بيكون ولا الوحده اذا خلص لبست لهون نو اتراكتيف ستيل اه طبعا مين وقع على الاتراكشن كله؟ سوشا سوشا هو اللي عمل لي الدرس اوكي حلو كثير جمالك من 10 قد ايه قلنا؟ قلتي بتحبي الجمال اه بس برضه 5 5 على 10 سلافة بخرجي نجمتنا امبارح كانت كله 1 1 1 على 10 واو اه هيك قالت وبتقولي بتظلمي نفسك ده انا مغرورة كده ولا ايه؟ مين جميل مين اتراكتيف بالمجال بالكار عندكم بالتمثيل كار التمثيل بتقولي هيدي بتاخد 10 على 10 بالاتراكتيف بيوتي تبعها بالجمال الجاذب مين عنده جمال جاذب من الممثلات من جيلك 10 على 10 اه غادة عادل غدا عادل كنت بحب رغدة وهي صغيرة كان ليها شكل مختلف كده بس ما فقدت من هالسحر اي مين لا لا يعني دلوقتي بقت كبيرة يعني بقت ام انا بتكلم على انثى اتراكتيف قوي يعني بمن يطفئ النار هالافلام اللي كنا نحضرها كابوريا مع احمد زكي كابوريا صح الوايلد لوك ده بعدها حلوه رغده ونادية لطفي نادية لطفي طبعا سعاد حسني سعاد حسني بس انا بحس نادية لطفي مور سكسي اها اه هتقول ده راي غريب صح اوكي انا بشوف جمال سعاد حلو قوي يعني انا مفيش اختلاف عنها لكن نادية لطفي كان ليها تيست وصوتها كان لها طعم ومذاق ف يعني انا لو هقيم حد نادية لطفي جمالا اهم من سعاد من الفنانات من اللي بيغنوا مغنيات مين 10 على 10 بحب اليسا اليسا بس بدي اطمن المشاهدين اليوم لانه بحب شيرين شيرين عبد الوهاب مين ما بحبها بدي اطمن المشاهدين انه اليسا النجمه اللبنانيه العربيه المحبوبه بالمستشفى طلع اذا الله رد بكره وكانت هي مجرد تحليل بسيط ومش اكثر فحوصات طبيه وهي بالف خير واذا الله رد بكره بتغادر المستشفى الف الحمد لله على السلامه اللوس الحمد لله على سلامتك الحمد لله على سلامتها ثقافتك من 10 برضه 5 أو 3 3 ولا 5؟ لا لأن بقالي كتير سايبة الدراسة يعني أيام الدراسة كان في مود كده قراية وكان دلوقتي التمثيل بقى واخدني شوية قوي كده ولأن في وإحنا بنمثل بيبقى فيه متعملش حاجة غير الشخصية اللي أنت بتعملها خالص تفرغ تام وحتى وانت في البيت بعد ما بتخلص الاوردر وتروح او انا هتكلم عن نفسي يعني ما بقدرش اخرج من الشخصيه ما بقدرش اخرج كومبليتلي بخرج شويه بس طول الوقت هي ورا في الباك جراوند فمبقاش مستمتعه بحياتي فلما باجي اول ما بخلص يعني انا مثلا بدات شغل من فبراير لحد النهارده كل ده انا في شغل لحد لما جيت انا امبارح وصلت بيروت الساعه 10 ونص كانت طيارتي الصبح انا كنت مخلصها تصوير 7 الصبح كان اخر شوت في مزاج الخير فباخد اجازه من هنا ببقى عايزه استمتع بالدنيا جدا اوكي
فبخرج بسافر كتير. طلع على امريكا من بيروت؟ لا راجع مصر وبعدين على امريكا. امريكا قد ايه امريكا باقي؟ بقعد 4 شهور 5 شهور مع بناتك؟ اه وزوجك؟ بناتك قد ايه صار اسم الله اعمارهم؟ 21 و19. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. رح ارجع احكي عن بناتك. سقفه 3 ولا 5 من 10؟ 3 من 10. صاروا اسم الله 21 و19. شو بيدرسوا؟ واحده هندسه معمار في USC في امريكا، والثانيه بتدرس دايتيشن دكتور التخسيس. وتغذية. ذكائك من 10؟ شو؟ حنقول 7. 7. انت بتقولي ما في امرأة ضعيفة او قوية، بتقولي الامرأة يا بتكون ذكية يا غبية. اه. فيش حل وسط. لا بس الضعف ده في تكوين المرأة. مهما عملت قوية في الآخر ورا كده هتلاقيها ضعيفة جدا. هو ممكن يكون قوتها في إنها تبين ده، تبقى طول الوقت حامية نفسها بالكفر ده. دموعها بتقويها ولا بتضعفها المرأة؟ تقويها جدا. هي بتبقى في لحظة ضعف ممكن تعيط، لكن كل دمعة بتنزل بتبقى طوبة في الحيطة اللي بتبقى حصن ليها بعدين. شر لابد منه. قد ايه فيكي شر لابد منه؟ يعني ايه؟ يعني كل انسان، كل امرأة، كل بني ادم، مش بس امرأة، عنده بتكوينه الشر والخير. فينا خير وفينا شر، والصراع بين الاثنين هو اللي بيعمل الدرايف، يعني بيزقنا في الحياة. فأنت قد ايه فيكي شر؟ لا شر لو وجعتني، يعني اشر بقى. اشر بقى. او مش بشر، انا ما بعرفش اقابل حد مش حباه. يعني ما اقدرش ادخل شغل مع حد مش حباه، اعتذر. في ناس اعتذرت منهم؟ طبعا. اف ممثلين يعني؟ كتير. ما بتحبيهم؟ لا. مين ما بتحبه؟ لا ما اقدرش اقول. بس لا ما انت جريئه يعني، مشان هيك انا ما بدي اعمل لك مشاكل، بس انا مش كره يعني ما بتتقبلي. لا في ناس مزعجة. اه. وأنا ما بعرفش أشتغل وأنا منزعجة. لأني أنا وأنا بمثل بلعب. يعني أنا بحس إني بلعب. بتحسيهم الإزعاج في شخصيتهم ولا في تمثيلهم؟ كل حاجة بقى. إيه؟ شخصية مزعجة. فيبقى مضايقك طول الوقت. وأنا بقى أما حد يضايقني يبقى واقف لي كده قدام عيني، ما أعرفش بقى أطنشه. خلاص أبقى شايفاه. وأما أطنشه بعدين في ناس غلسه لدرجه شو؟ قولي قولي. فكرتني بحد. شو 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 قولي لي مين؟ لا ما اقدرش اقول. لان شاب ولا بنت؟ بنت. ما يعني مع ان انا من الناس اللي بتزوجها التانية ولا بمزاج الخير؟ لا مش من السنة دي. مش السنة دي؟ ايتن ولا درة؟ السنة اللي فاتت. لا احنا اشتغلنا مع بعض تاني. انا قلت لك لو ما حبيتكش مش هقعد معاك. فلا هو مش من السنة دي. في ناس بتبقى مزعجة. انا اصلي صريحة جدا وواضحة قوي. وبعدين اما ببقى واضحه فما اتضايق منك فبلاقي وش قرف بقى. يا رب وش عم تشوفي اليوم حسب اضاءه جان فيليب بوردون، يعني ما بعرف كيف شايفتي هنا. لكن اذا ما بتحبي حدا وبينك وبينه هيك، ممكن انه توصل الى درجه ال متعبيله يعني بتقولي يعني الحد اللي كان مضايقني ده هو ابتدى يضايقني من داي اول يوم تصوير. انكشف عن كل شيء، انكشف الوباء. فكانت مفاجأة بالنسبة لي. بس علشان شغلي عضيتي على الجرح، قفلت خالص وبقيت مش شايفة أي حاجة بتضايقني. بس آخر يوم تصوير
جاي تسلم عليا اخر يوم تصوير خلاص فركش فركش بخ مبروك خلصنا. خارجه من اوضتي يعني مره كانت هتجيبني من شعري مثلا. كفيني طلعتي من غرفتك. خرجت من اوضتي فهي جايه بقى بتتعامل معايا علا بقى اللي بقى لها 3 شهور بتتعامل معايا. فدخل عليا بقى بالتمثيل اللي كنا بنمثله على بعض. دخل عليا بتقول لي هقول لها حبيبتي مبروك. امشي بقى من وشي. طاخ ايه صفاره. عند فيك في صفاره. خلاص خلصت شغل. خلصت شغل انت قرفتيني. يعني كده في وشها. ما بخافش مش ما بخافش. ما اقدرش اخبي مشاعري. بتقلي العيار الدوز يعني في شتايم اوقات لا 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 لا, لا 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 عمره ما يوصل لكده يعني. بقول لك يعني كذا مره يبقى فيه نبقى على حافه ان فيه مسخره. وانا مش هينفع حد يعمل معايا المناظر دي. فطول الوقت كنت بمتص وبعمل حاجات كتير قوي عشان الموضوع ما يوصلش لده. لان هو اضافه بالنسبة لها ان ده يحصل. انما بالنسبة لي ده ممكن يعني يبوظني نفسيا شوية كتير اقعد اعيا يعني. فاهم؟ فاهم. يعني بتتمثلوا مرتين تمثلوا تمثيل وتمثلوا على بعض. كل حاجة كله تمام كله تمام. بقول لك 3-4 شهور طالع عين امي يعني. قد ايه فيكي شهر لابد منه؟ دي هالحاله هي الحاله مع الغلزين. خلصنا خلاص بقى. قمت طاخ في وشها علشان تبقى فاهمه اني ما تشوفنيش احسن. احسن اتجنبيني. قد ايه من 10؟ 10 من 10 10 من 10 كتير قوي. 10 دي كتير ايه بس؟ قوي قوي. هي الماكس ايه؟ 10 10 راح احكي بعد الفاصل عن بداياتك وحياتك الخاصة لحد ما تسمحي لنا وغير الخاصة مع النجمة علا غانم بعد الفاصل. وخبريني مين اني مين اني هالمثلتين بالبريك بس بيني وبينها بس. كثير رسائل عم بيقولوا شو بها خايفه منك نقزانه منك مش مرتاحه فيها برد. بليز قولي لهم انه مبسوطه جورد. عشان نجمي قوي فحاسه اني مسدوده شويه بس حفك دلوقتي. اذا جو هون خليجي يفك لها شوي كمان. كثير منيح. تزوجتي كنت قاصر اول مره. يعني ايه قاصر دي بقى؟ يعني كنت اقل من 21 سنه؟ بيلو 18 اقل من 18. يس yes. قد ايه كان عمرك؟ 17 سنة. شو هالحلاوة الزواج في اسكندرية؟ الموضوع ده عادي على فكرة. أنت من مواليد الكويت؟ من مواليد الكويت. الكويت وبعدين عشت في اسكندرية. اسكندرية بعد ما كان عندي 4 سنين يعني. أنت مواليد 26 نوفمبر 1971 71 يوتانا سوميك أوتسوميك إني سوميك هاريورميك هاريو داسنميك كاراسون يرجو 42 سنة بالارمني عم بعد بس كرمال تطلع يطلع. كيف استقبلتي؟ عندك مشكله بالعمر ولا لا؟ ما في مش فرقانه معك. شو قد ايه مهضومه انت جنني. ثانك يو. الزواج المبكر في شو حلاوته كان؟ حلاوته خبريني بلسان بلسان ال 17 سنه. حلاوته بلسان ال 17؟ لو كنت 17 وبسالك يا علا ايه الجواز وهيك شو كنت قلتي؟ لا ال 17 سنه احنا مجتمع منغلق. و 17 سنه ونص ده كنت خلصت ثانويه عامه. وكنت داخله جامعه. فكان عادي جدا ان ده طبيعي يعني. انا كان عندي اصحابي اتجوزوا 15 سنه ونص. فبالنسبه لنا عادي قوي انه نتجوز بدري. بس انا عشت 5 سنين بس متجوزه وبعد كده اتطلقت. طلقتي؟ وجبت البنتين. انجبت البنوتين اللي صار عمرهم 21 سنه و19 سنه واساميهم هن كاميليا
وفريدة صح؟ فريدة صح. تيمنا باسم؟ لا بحب الاسم اسم لا كاميليا على اسم جدتها جدتها مامة باباها زوجك الأول اسمه وليد وليد الضفراوي وليد الضفراوي أنت طلبتي طلاق؟ شو قلتي له؟ قلت له مش هكمل ما قدرتش كنتش مبسوطة خالص شو صار؟ يمكن لأني كنت صغيرة ويمكن لأنه هو كمان كان صغير يعني هو اتجوزني وهو أكبر مني بست سنين ففي مشاكل كتير قابلتنا لصغر سننا ما قدرناش نتجاوزها فاهم؟ وأنا كنت خلاص يعني من غير حب الواحد ما بيقدرش يعيش لحظة فأنا كنت حسيت إني خلاص ما بقاش عندي بس 17 كنت بتحبيه وقت تزوجتي؟ طبعا كان في حب روميو وجولييت ولا زواج عائلات؟ لا جواز عائلات وكان مخي بيقول إنه ده صح وهو من عيلة كبيرة ويعني يشرفني إن ده يبقى أبو ولادي طبعا طبعا بعدك على اتصال معهم بطبيعة الحال؟ طبعا وصحاب؟ في حدود يعني هو اتجوز وكاميليا وفريدة عايشين مع مرات معايا معك انت اوكي بس بأمريكا هن ما هو انا عشان كده ببقى معاهم هناك بقعد في الوقت اللي انا ما عنديش شغل فيه معاهم اللي هو فترة الشتاء في الصيف هم بيجوا بس بيبقى في حوالي 4-5 شهور بس بهالوقت وين بيكونوا مع مين هن مين لوحدهم مامتي والدتك مزبطة الموضوع كده من كله من كل النواحي الزواج الثاني اجى عن عقل ولا كمان عن حب؟ حب 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 ولا هروب من الزواج الطلاق الأول؟ لا أنا اتجوزت بعد 9 سنين عشت 9 سنين سنجل وقابلته في أمريكا وبعد 3 أيام يمكن طلب مني إنه يتجوزني ف قلت له انت ما تعرفنيش يعني تتجوزني ازاي يعني فقال لي طيب ما انا هنزل مصر واعرفك لاني كنت بصور في امريكا بعديها بشهر نزل كنت عم تصوري اماكن في القلب نزل مصر واتجوزنا هنا شو اسمه عبد العزيز قد ايه ضليتوا سوا بقالنا 8 سنين وشويه 8 سنين وشوي هن صاروا زيجتين وفي ثالث وزيجة؟ لا بين الأول والثالث؟ بين الأول والثالث كان في زيجة في رجال ضاع أنا بحب إن أنا أمسح ال يعني بزعل إن في حد فاكرها لأن أولاً أنا قعدت متجوزة الزيجة دي 7 شهور وأنا بعتبرهم يعني من أسوأ 7 شهور في حياتي مين الأستاذ أحمد المسلمي اسمه؟ مسلمي مسلمي زوجتي 7 شهور فأنا حبيتي؟ لا ما حبيتوش بس كنت تعبت من الوحدة وكنت محتاجة قوي إن أبقى زوجة ولادي كانوا ابتدوا يكبروا محتاجة أكون زوجة أحس بأمان أحس باستقرار ألاقي حد يشاركني وهو دخل بده يعني هو لأنه كان من حد من صحابي يعني املأ الفراغ الآتي فات بهال بالظبط وأنا كنت وصلت للمرحلة دي فأنا بعتبر إن ده ضعف وضعفي وصلني إني أخدت قرار متسرع وبسبب طبعا أمي بقى لأنها كانت فاكراني مش هتجوز تاني أبدا فبقت فرحانة قوي إني بفكر لأن قبل كده كان أي حد بيكلمني في الموضوع ده كنت بقفله يعني كنت بقول أنا مش عايزة أتجوز أصلا فأمي تصورت إن أنا ممكن أكون مش هتجوز تاني فبقت بتزقني قوي فاتجوزت وخلص وليه بدك تلغي يعني غريب يعني لو أنا ما أصريت عليك 3 زيجات كنت رحت مرئية على الهواء وتلغي هالمرحلة كلها بدك تعملي ديليت تحس فيها ليش؟ جرحت مرحلة مش حلوة العلاقة جرحتك الخيانة كان في خيانة؟
كان في خيانة؟ كل حاجة. يعني حقيقي كانت وحشة. شو ممكن يكون أوحش من الخيانة بالنسبة للإمرأة؟ حاجات كتير. كان في نصب حكيت عنه، مش عايزة أتكلم في الموضوع. لا يوسف حكيت عن نصب، مش عايزة أتكلم أبدا. بس الخيانة جرحتك؟ حسيتي انه مطعون؟ لا، يمكن وستك. يمكن كانت القشه اللي كسرت ظهر البعير، عارف؟ يعني هي دي اللي خلتني بقول نو مور، انتهى الزواج لحد هنا. واليوم اكيد ما في اتصال ابدا. وما بحبش اشوفه، ما بحبش اسمع اسمه، ما بحبش اتواجد في حته هو فيها. يعني ما بحبش كل المرحله دي. بس ما يعني ما في، ما تجاوزت المرحله بعد، لانه هال ريبالجن، يعني هالنفور يلي بعدك عم بتعبري، وهالرده الفعل لفعله، لاني غلطت في حق نفسي. انا غلطت في علا اني عملت كده. حدا بيجرحنا ولا نحن بنسمح للاخر يجرحنا؟ لا، انت ما بتسمحش لحد انه يجرحك. لكن في حد اخلاقه وحشه. بقيتيش تروحي شرم الشيخ؟ لا، انا طول عمري بروح شرم الشيخ. هو موضوع مش هو ملوش علاقه بشرم الشيخ خالص. بالعكس، يعني انا كان عندي بيت من قبل ما اعرفه اصلا هناك. لكن هو انا عرفته قبل ما اتجوزه بسنه يمكن. وانتهت العلاقه بعنف، يعني بقساوه، او كان في تعنيف؟ تعنفتي؟ اتعنفتي يعني اتضربت؟ اتعنفتي؟ او 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 يعني عنف لفظي، عنف جسدي؟ ما انا بقول لك، هي التجربه كلها وحشه. يعني ما فيهاش حاجه حلوه تتقال. فاحسن عيب الست او المشهوره اللي تحت الضوء، عيب اذا تحت الضوء، عيب اذا اعترفت على الملأ انها تعنفت؟ اليوم موضوع العنف المنزلي عم يتعالج بمسلسلات، يعني لعبة الموت، المسلسل السوري، المصري، اللبناني، لأنه هذيك لما اليوم قلت لبناني ومصري. أنا ممكن بيعالج موضوع العنف المنزلي. أنا ممكن جوزي يتعصب ولأي سبب يزقني زقة خفيفة، ها؟ وممكن يزقني نفس الزقة، بس تشوف في عينه حاجة مش حلوة. اللي هي بيقصد يهينك. يعني في حد بيبقى مع حد عايز يكسره، يعني يعني مش حلوه كل الحكايه كلها على بعضها، ما كانتش لطيفه. الحمد لله انا سليمه. الحمد لله. كنت تعملي رده فعل يعني من المشاهير، كنت تخافي انه يا خبر دي فضيحه لو تعرفت، يعني لو الناس عرفوا اللي بيقرا لعلا وانت علا؟ لا، سيبك من مين يعرف ايه. يعني هي الفكره ان ما بقتش عارفه ابص له. يعني في حاجات بتحصل بين الاثنين بتكسر فكره انك ممكن تستأنف حياتك، او خلاص بتتكسر حياتك. عم تتفرج المشاهدات اليوم يلي بيتعرضوا لعنف منزلي، شو بتنصحيهم؟ اي زوجة اليوم عم تتفرج وبيرميها بالمنفضة او بالمكوية او باي او بالطاولة او بالكوب او باي شيء، مثلا شو بتقولي له؟ تسيب له البيت يتطربق فوق دماغه، وتسيب له ولاده ويعيش بيهم كده ويشوف الحياة، وهي تروح تعيش مع ابوها وامها معززة مكرمة. بس لان ده لا يستحق اي حاجة. وتقول كفى؟ طبعا كفى. ايه ده؟ طب انا هقول لك حاجه، انا ما اقدرش اضرب جوزي، يعني ما اقدرش، حتى لو انا عندي القدره دي ما اقدرش اخبطه كده واوجعه. يعني وحشه، يعني بتحس بحاجه غريب. يعني ازاي انا ممكن امسك كوبايه احدفك؟ يعني ايه؟ بس هو وقتها كان يعني يرمي شيء، كنت شو تحسي؟ تحسي ما بدك تقومي، يعني ما تقدري تعمليها، بس ما بتحسي انه بدي انا اعمل نفس الشيء؟ ولا لا كنت بكرهه بقى. ما هو انا حموله.
حمولة. وزي ما قلت لك أنا لما اتجوزت اتجوزت لأني محتاجة اتجوز ده، فما كانش سهل أني أضحي بالتجربة في السرعة دي إلا إذا كانت وحشة قوي. يعني أنا بقول 7 شهور دول كانوا كتير، كان المفروض بعد شهرين بالكتير أكون متطلقة. علا قبل الفاصل سؤال، السيدة يلي تعنف أول مرة ما بيكون الحق عليها، بس تاني مرة إذا تعنفت الحق عليها ولا لا؟ يعني إذا سمحت التجربة تتكرر. من أول مرة، من أول مرة، من أول مرة حتى لو ما قدرتش، يعني خلاص حصلت مرة، رد فعلها اللي بعد كده ما ينفعش يبقى عادي، لأنه على قد ما هو هيحس قد إيه ألم حصل لها ألم، على قد ما هيفكر بعد كده قبل ما يعمل كده 100 مرة. أنت من أول مرة ما يجرحهاش، لأنها بتتجرح، هي بتتجرح جدا. أنت من أول مرة انضربتي ليه ضليتك 7 شهور؟ ليه ما طفيت البيت كله على راسه ومشيتي؟ ما كنتش عايزة أفشل. وفشلت. وللأسف، مش للأسف، الحمد لله فشلت. الحمد لله فشلت. الحمد لله. طب والست اللي ما عندها مدخول عم تقولي تروح تعيش مع امها وابوها، في ناس كتير فقراء، فقراء، في ناس تحت خط الفقر، في ناس فقيرات، وبنفس البيت بيكون في مخدرات سلاش ضرب سلاش ميسر خمر، لا لا، وما عندها استقلاليه ماديه، شو بتعمل بهالحاله؟ تنزل تشتغل يا بي، احنا عندنا في مصر الست بتنزل تشتغل، ما بتقعدش تعمل دوافرها وتحط كريم فقط. ستة عندنا وقت الجد كده بتقلب راجل، تغسل وشها كده وتنزل الشارع وتشتغل. في شغل كتير قوي في مصر. هي حال الست بمصر وبكل بكل العالم العربي. طبعا ان شاء الله يكون هيك. بتنزل تشتغل وما تقوليش انا قاعده عشان اكل واشرب، ايه القرف ده؟ زرتي طبيب نفسي؟ عايشه بلقمتك يعني؟ وحشه قوي. وبعدين يعني بتناموا على السرير فبتبصي له بتبتسمي؟ طب بتبصي بتبتسمي على ايه؟ على الاهانه. وبعدين وانت بتضربها انت بتضرب مين؟ الست اللي بتبقى في حضنك؟ طب هتبقى في حضنك ازاي؟ طب انا ازاي هحس اني انثى بين ايديه وانا بتضرب زي الكلاب؟ ده احنا ما بنضربش الكلاب. ازاي انا هحس باللحظه دي؟ بيصير في معاشرة بالإكراه. دي عيشة سودة بقى. دي عيشة سودة يعني. كان يصير في يقرب عليك بعد الضرب؟ ساعات. وأنت شو تقولي له؟ إيه لا ولا لا يعني ما في ما بيدي حيلة. ما أنا عشان كده توقفت تماما عن الحياة. يعني أنا اتطلقت بعد 7 شهور، بس أنا قعدت شهر ونص شهرين بطلب الطلاق. يعني قبل ما اتطلق بحوالي شهر ونص شهرين هو ما كانش معايا، ما كانش عايش عندي. ولا غانم الفاصل. ولا غانم علا. يا نعم. مزاج الخير. مزاج الخير. مزاج الخير. والزوجة الثانية. المواضيع يلي علاجتون بالمسلسلين قد ايه؟ يعني من المخدرات إلى موضوع الزوجة الثانية. أي موضوع شائك أكثر؟ لأنه اثنيناتهم تعالجوا بالدراما وبالسينما. الاثنين. أي احنا التارجت عندنا في مزاج الخير ترامادول. حط تحت ترامادول دي بقى خطوط كتير. بنتكلم عنه بشكل مستفيض جدا. هو بشكل عام المسلسل بيتكلم عن العالم السفلي اللي الشباب بياخدوه اكتر شيء. الترامادول هو الموضه. وللاسف مش معروف السايد الاعراض الجانبيه بتاعته. نعم. مش معروفه، ومش معروف ده ممكن يوصلك لايه. يعني هو البدايه ترامادول. فعشان كده هو ده المين كونسبت. يعني ده الاساس. ده الفكره الرئيسيه. نعرف الناس ايه ترامادول، وبنتفرج عن العالم السفلي عايشين ازاي. ايه قيمهم؟ ايه مبادئهم؟ بيتكلموا ازاي مع بعض؟ شايفين الحياه ازاي؟
وحتشوف ده، انا مش عايزه احرق حاجه يعني، هتشوف ده في لغايه الحلقه 30 في مزاج الخير، هتفهم احنا بنقصد ايه. يقال انه اليوم اكثر مسلسل مشاهد في المقاهي الشعبيه هو مزاج الخير. في تماهي مع الشارع، في ايه، في تماهي ايدنتيفيكيشن مع 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 الشارع، وفي اسر بيقولوا انه بتمنع اولادها او بناتها انه يشاهدوا مزاج الخير، تمنعهم. ممكن، بس مش يعني ما عندناش قوي اللي انا يعني زي ما قلت لك، انا مش شايفه ان في حاجه للدرجه دي. لكن في الاخر هو بنتكلم عن العالم السفلي بشكل تاني. يعني بصراحة مجدي الهواري عامل المسلسل باذل فيه مجهود غير عادي، اهتم بكل الشخصيات. ممكن اكون انا مثلا كعولة مش حاسة اني مبسوطة قوي زي السنة اللي فاتت، لان السنة اللي فاتت الزوجة الرابعة كنا هو احنا الاربع ستات وهو مصطفى. السنة دي مصطفى شعبان، مصطفى شعبان. السنة دي الكاست بالعرض، فكل واحد طالع مش كتير. يعني انا عايزه اقول لك مزاج يعني الخير، يعني الست سميحه ايوب، محمود الجندي، ناس كتير، مصطفى شعبان ودره و... ودره وحسين الامام و... و انت ودره متهمتين انه بتصيروا الغرائز برقص خليع دره، وانت بالمشهد اللي ظهرتي فيه من الحمام بالبشكير الاحمر. عجبك؟ ايه رايك فيه؟ انا قلت عيد اقول سلام عليكم. انا بس حبيت اقول كل سنه وانتم طيبين، وهو مكتوب كده يا جماعه والله. يعني هو مكتوب في المشهد كده بالظبط، ده مكتوب إذا تصبب من جسدها الماء. كانوا واقفين جنبي، تصبب من جسدي الماء، واقفين وحياة ربنا زي ما بقول لك كده، واقفين جنبي بخاخات ميه وحطوها دافيه، لان كنا في الشتاء في فبراير، والتكييف بتاع الاستوديو شغال، فالميه بتيجي على جسمي تلج، فابتدوا يرشوا على جسمي ميه سخنه عشان اقدر احتملها يعني. بس هم يعني معمول لطيف يعني، مش هو بس الفكره بورنوس. طب مع عبير صبري طالعه بورنوس برضو كده يعني. انت يمكن على السكس افيل بتاخدي اكثر مثلا من عبير. طيب لأمتى رح نضل بالعالم العربي نقول انه لا هيدا المشهد لا يصلح؟ لأمتى هالازدواجيه؟ لأمتى هالفصام؟ لأمتى هالخوف انه لا الرقابه ممكن شو تقول؟ يا جماعه امتى رح نعرف انه بالفن ما في شيء اسمه رقيب ولا شيء اسمه حزيب؟ الفن هو الفن، اتركوه مثل ما هي التجربه، يا بنقبل التجربه مثل ما هي يا اما ما بنقبلها. لا يعني هو بيبقى باين المسلسل ده بيتكلم عن ايه؟ لو انت مش عاجبك الموضوع ما تتفرجش عليه. هو المسلسل ما انعرض على الرقابه اصلا. ازاي يعني؟ انعرض؟ طبعا. اوكي. طبعا. احنا مزاج الخير بالتحديد، لاننا كنا شغالين على الهوا. انا زي ما بقول لك، انا جيت امبارح هنا، انا السبعة الصبح امبارح قبل طيارتي بثلاث ساعات انا مخلصه دوري. وفي عندهم لسه يومين تصوير فينال بقيه المسلسل. طب ليش بينتقد اذا اجيز من الرقابه؟ خلص لكن انه الرقابه وقفت. لا اي مين ان احنا عشان بنذيع على الهوا. المنتج بيدفع $1000 كل يوم على الحلقه بتاعته. علشان بيضطر يصفرها، علشان احنا ما فيش وقت يبقى في مراقبه في مصر، وبعدين يعني فعاملين لها لجنه خاصه عشان يتفرجوا على الحلقات قبل ما تنزل. يعني من يعني مش الرقابه اللي انت بتشوفه ده. بعد ما الرقابه شايفاه بيصير في مونتاج؟ مفيش حاجه متشاله. مفيش حاجه متشاله؟ لا مفيش انا زي ما بقول لحضرتك الموضوع بس هو مفاجاه. عم بتساعدوا المجتمع؟ عم بتلاقوا ردود من الشارع؟ في جمعيات عم تتصل بالمنتج او بالمخرج؟ في حدا عم عم بيقول انه برافو؟ عم بيصفق جمهور؟ جمهور. في اهل عم بيشوفوكي على الطريق بيقولوا يا مدام علا انا بنتي او ابني؟ والله انا هقول لك حاجه غريبه. قولي. السنه اللي فاتت عملت دور اسمه انهار في الزوجه الرابعه، فعمل لي قاعده جماهيريه مع الستات الكبار شويه والمحجبات،
وبعدين يدخلوا عليا بيسلموا يا حبيبتي انت جميله وتجنني ويبوسوني. ها السنه دي الجمهوري مش ستات الرجاله، وبعدين يقولوا لي ايه ما بيقدر يعبدوا يبوسوا لا ايه شوق بغمزه كلهم يعني لازم هي الغمزه وايه شوق ايه شوق اقول لهم ايه في ايه ما فيش فاهمه ما انا ما بتفرجش خد بالك لان بنصور على طول فما بعرفش اتفرج كويس. اتفرجتي على مسلسلات غير؟ اتفرجت على حاجات بس مش قوي، لكن متابعه العراف. العراف لزعيم؟ زعيم. ومتابعه مش قوي فرح ليلى. فرح ليلى لليلى علوي. والشك. والشك. لمي. لمي. بس. رغده ومي عز الدين. مسلسلات للكبار فقط عم تتفرج عليهم؟ يعني موجة حارة. طب انت شفت موجة حارة؟ طب تقولي انا اوفر، طب بذمتك انا اوفر؟ يعني ده انا اتخضيت في موجة حارة مثلا. هني اكتر اوفر منك؟ طبعا. موجة حارة اكتر. لا مقهورة حرة. مقهورة انه هني اكتر ولا مقهورة انا عم لا مش مقهورة لا يعني خالص. سجلوا هدف بملعبك ولا بس لا؟ بيصعب عليا بقول لا مش احنا اللي اوفر يعني ما تبقوش ما تبقوش كده حكاية يعني. حياة افندم حكاية حياة غادة ما شفتوش ما شفتيه روعة المسلسل حلو غادة ليه ما شفتي غادة؟ ما اعرفش كيف بتلاقيها لغادة؟ ملكي. لا هي الفكرة في انك في رمضان بالتحديد بتروح على القنوات اللي هي جايبة حاجات كتير انت عايزها. لا لا بس هي غادة كيف تلاقيها بالتمثيل؟ ملكة. لا شاطرة جدا ومنفردة ليها حتة بتاعتها كده لوحدها هايلة يعني. انا بحب الممثل الذكي اللي بيعرف يلون من جلده بيعرف يغير في شكله ده ذكاء. لما قورنتي فيها لغادة عبد الرازق بي نعمة يعني نعمة طلب وجه انهار ضايقك الموضوع؟ لا انا ما اعرفش انا اول مره اسمعه منك ما سمعت لا ما سمعتش يعني بس انا بحس ان 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 احنا يعني شكلين مختلفين يعني انا اشتغلت مع غاده قبل كده في ليله البيبي دول فعندي صور معاها مشهد صامت كامل لا 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 اي مين عندي صور خدناها في اللوكيشن ما بحسش ان احنا كيف كان؟ ما بحسش ان احنا ممكن نلعب نفس الشخصية يعني الشخصية اللي هي تلعبها ما ينفعش انا العبها والعكس. الزوجة الثانية قد ايه عملتوا فيه؟ قد ايه لمستوا كمان الواقع بتعدد الزوجات؟ يعني الحجم تولي كفى ووفى ب لا الزوجة الثانية ده قصة من عادي يعني متكررة الفيلم اللي هو سناء جميل و بالظبط وسعاد حسني بالظبط كده ده امتداد للفيلم بس احنا مكملين شويه بعدين يعني اخر ست سبع حلقات في امتداد كده مختلف بين الزوجه الثانيه ومزاج الخير ايه بتحطيه بالتراتبيه تقولي لا هيدا قبل بيجي من كل المواضيع بالتمثيل وبال بال انا اقرب لقلبي الزوجه الثانيه الزوجه الثانيه اقرب لقلبك يعني حبيته قوي حبيت الشخصية ومن كتر ما حبيت شخصية سناء جميل حسيت انها اتظلمت في الفيلم حسيتي سناء جميل اتظلمت لان فيها تفاصيل كتير ما بانتش في الفيلم يعني كان الاهتمام او الموضوع منصب اكتر على سعاد صحيح سناء جميل كان يعني انا اتفرجت على انا ما كنتش بتفرج على الفيلم ده على فكرة وما كنتش بحبه لانه كان بيقفلني يعني بتفرج عليه بتضايق وبقعد شوية متضايقة فعمري ما اتفرجت عليه دايما اشوف منه مشهدين ثلاثة واسيبه لما جيت هعمل الشخصية فقررت ان انا لازم اتفرج عليه فاتفرجت عليه مرتين وعشان اشوف سناء جميل كمان ففي تفاصيل كتير قوي ما كانتش موجودة في الفيلم ليش اختل سعاد حسني هجمت كل الكاست المسلسل الا من عداكي بس جاوبيني بعد الفاصل لانه عنا فاصل وبعدين مع اسئلة حدا سيف مع النجمة معقولها غانا هلا خلينا نقول انه شعرك بعده عمل لك مشكله ازمه
معنا اتصال نجمة بكرة بأنا والعسل النجمة مي عز الدين. مي مساء الخير. مساء النور، ازيك يا نيشان؟ رمضان كريم. الله أكرم، ربنا يخليك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، ميرسي يا حبيبي. مبروك الشك. الله يبارك فيك يا نيشان، مبروك بالمراتب الأولى، بعتقد أول أكثر مسلسل بنسبة المشاهدة. الحمد لله الحمد لله، ده كرم ربنا الحمد لله. علا يا علا يا مي، مبروك، تجنني في المسلسل. الله يبارك فيك. وأنا كلمت المنتج وأكيد قال لك. قال لي بجد عملت مسلسل رائع، جود جوب. ثانك يو يا علا، وجود لك بكره في الحلقه ان شاء الله. ثانك يو حبيبتي، ومبروك عليكي انت، مبروك المسلسلين. يا اخف دم في رمضان السنه. والله العظيم يا علا دمك زي السكر في المسلسلين، على قد ما لحقت اشوف، لكن بالذات في مزاج الخير يعني بجد، وفيري ويل دان بجد. ثانك يو. والبرنس الاحمر، البشكير الاحمر. هو ده اللي انت فاكرهولي؟ يعني سبت كل ده ومش بس انا، يعني انا عم بنقول. اوكي. لا بس لا يعني بجد يا علا، انت ممثله عظيمه، يعني بتحبي شغلك جدا، وده بيبان على الشاشه جدا، واحلى حاجه فيكي صراحتك، ودمك زي السكر السنه دي يا علا، وربنا يكرمك اكتر واكتر بالنجاح يا رب. وانت كمان يا مي، وراح تكوني انت كل العسل بانا والعسل بكره اذا الله راد. انا بانتظارك مي عز الدين. ان شاء الله يا نيشان، ام لوكينج فورورد يا حبيبي. ثانك يو. شكرا شكرا. باي. لبكره. باي. باي. باي باي. جاهزه؟ جاهزه. يلا يلا. اول سؤال، كان هدف الاخوان سينما نظيفة، هل كان لك مطرح فيها فيما لو استمروا؟ لا، ما كانش في أمل أنهم حيستمروا. أنت كان رح يكون في لك مطرح بسينما نظيفة كما قالوا؟ أنا يكون لي مكان في أي حاجة فيها فن بجد، لأني أعتقد أنا ممثلة كويسة. دي حاجة. الحاجة التانية، أنا قلت لك في أول الحلقة، انا ما بعرفش اتعامل مع حد مش بحبه. فانا عمري ما كنت هتعامل مع الاخوان، لان انا ما بحترمش الفكره اساسا. ما بفهمهاش ومش متقبلاها. الاخوان عم نحكي على الاخوان المسلمين. لا الاخوان بس، بلاش بليز اللفظ التاني، لان ده عيب، احنا كده بنسيء. ما هو بيقولوا الاخوان المسلمين، شو انا هم مخترع اللقب، هم شو اسمه مخترع الاسم. انما انا واحده من الناس، انا مش هردد الاسم ده علشان ما حفظوش للناس. اسمهم الاخوان. فقط. الاسلام ده بتاعنا كلنا. يعني لما 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 يعني لما كلمه المسلمين بيقترن مع الاخوان، اساءه للاسلام كدينة. طبعا. طبعا لا ينتموا. يعني انا بالنسبه لي، يعني انا ما بحسهمش ان هم عندهم قلب. كان مزاج الخير. او اقول لك على حاجه، انا ما شفتش فشل قد ما شفته في زمن الاخوان. ده ابسط شيء، بلاش اي حاجه. وانا ما بعرفش احترم حد فاشل. يعني انت علشان تاخد احترام مني لازم تبهرني بشخصيه، هجموكي، تبهرني بذكاء، تبهرني باداء كده، تملى مركز. يعني انت جاي علشان تبهرني وتبهر العالم. هجموكي ولا انت هجمتيون للاخوان؟ لا، انا ما هاجمتش حد، لكن هقول لحضرتك حاجة. لو أنا وأنت وتمانية تانيين ناس قررنا إن إحنا نخرج نتعشى مع بعض برا على طاولة زي دي بالظبط، لو أنا وأنت عندنا موضوع، بقية الناس مش مشتركين في الموضوع اللي أنا وأنت بنتكلم فيه، هل منطقي أنا وأنت نفضل نتكلم كده ونجبر الترابيزة كلها إنها توقف كلام وتسمع لموضوعنا اللي هو مش مهم بالنسبة لهم من وجهة نظرهم، ورأينا في الموضوع مش مهم بالنسبة لهم؟ يبقى الصح ان حضرتك يا أستاذ نيشان تجيب الكرسي وتقعد جنبي وانا وانت نقعد نتكلم في الموضوع، في تواصل ونيق. نعم. نعم. علشان نقدر نقضي الخروجة كلنا العشرة مستمتعين. نعم. اني مش افرض عليك وجهة نظري. انت حر في رأيك وانا حر فيه. واحنا تعودنا على كده، شعب مصر شعب مدلل. انت قلتي له للداعية صفوة حجازي خليك ديمقراطي ولا تنصب نفسك إله؟ لا، هم كلهم على بعضهم كده تركيبة. أنا ما بعرف. بص، الكذب ده سمة قذرة قوي، والمحترف في الكذب ده حد ما ينفعش تأتمنه
مش في كلمة، في نظرة. وبعدين لما انت تيجي كرئيس جمهورية، بقى رئيس جمهورية مصر، الشعب المدلل ده ما ينفعش وانت جاي بالنسبة على المحك في النجاح وتتحدى النص اللي مش عايزك. هو تحدينا كلنا. لو في تغريدة 140 حرف على تويتر بديك تغردي فيها وتكتبي رسالة للرئيس المعزول مرسي، شو بتكتبي له؟ أقول له يعني أنت السنة دي أنت كنت طابق على نفس كل مصري، أنت ما كنتش نايم في سريرك، أنت كنت طابق على نفس. بص أنا في حياتي ما شفت واحد مركبني بركب الهم لمصر كلها. يعني مصر كانت حزينة ومصر بتتعافى دلوقتي، احنا نفضنا تراب الأكذوبة، وأنا سعيدة بالتجربة بتاعت السنة دي. لأن لو أنا كان رأيي في الإخوان من زمان بشكل معين، أنا لو كنت قعدنا أنا وناس كتير نقنع الشعب المصري بإيه هم حقيقة الإخوان، ما كانش حد هيصدقنا غير بالتجربة. تجربة فكرة إنك تجيب وتحط خيرت الشاطر في المنصة اللي اتقتل فيها السادات، اللي اتحرق قلب مصريين كتير قوي، وتحط لهم خيرت الشاطر، انت بتتحدى مين؟ انت فاهم انت واقف قصاد مين؟ اما بترفع صباعك دي، تعرف انت بترفع صباعك في وش مين؟ انت مش عارف، انت مش فاهم حاجة، انت مش مدرك انت فين. هي دي مشكلتنا. نعم. بدي لو سمح بعتذر منك، ما في وقت لانه 17 ساعه اعلانات وما في وقت للبرنامج بقى هالقد المتاح لي، وهلا كوني بيدينت انه خلص الوقت. بليز بدي اياكي تاخذي البلاك بوكس السؤال او بتجاوب عليه او لا. شو وسكتت علا زاد عن الكلام المباح. علا شكرا لحضرتك، شكرا لوجودك، سفره موفقه لمصر. ميرسي. سلمين لنا على كل المشاهدين وكل الزملاء والممثلين وكل الضيوف، وسفره موفقه، وسلمين لنا على فريده وكاميليا وزوجك اذا الله رد بامريكا، واجازه موفقه. ميرسي. شكرا لك، تصبحوا على خير. وانت.